بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف هذه المباراة أول أمس كانت ضد واحد، أعوذ بالله أعوذ بالله يا شيخ، أقسم بآيات الله كان مرة 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 مرة. شوف كيف حركة مقلقة وغثيثة بالحفار، و هنا لازم بيكا حقيقة، منه مزعج 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 مزعج. اللي عندنا غيلان، خفافيش، ميجا نايت. شوف كيف حط الغيلان أمام البيكا، طبعا حركة الحفار من جهة، و حين ما يقدر يصد لازم يلعب الميجا نايت. طبعا أنا كنت خايف يكون معاه حطاب أو شيء. أوكي هنا الآن خلصنا على الميجا نايت وخلصنا على القاطعة، فحلوين. وال رامي القنابل، شوف كيف الفالكري ما عطتهم مجال أبدا. هنا يحاول ينهي الفالكري، هنا لازم نحط البيكا، خلاص مصيرنا نحط البيكا. الأسهم بعيدة الآن، الأسهم موجودة والحمد لله. اوكي هذه الحركة عشان بس يشتت ابو قنبلة. هنا شوف كيف يبغى يشتتني، يلعب الخفافيش يكب كذا. هذه مشكلة الازعاج ازعاج ازعاج ازعاج، بالاخير اكلها. يعني تشكيلة مزعجة، خصم مزعج جدا، هذا اللي اقدر اقوله يعني. ومرعب جدا لو قابل واحد ما عنده بيكا مثلا. خمسة آلاف ومئتين وخمسة. بسم الله بنشوف حساب رقم 11 زي اللي قبله، كان رقم 11 الحساب بس البطاقات يعني كان فيها. اوكي من طاد ليفل 11. اوكي الله يسترها. بس صعب صعب صعب، ما عندك ساحر كهرب، صعب تصد هذا النوع من الهجمات. هجمة منطاد صعبة جدا. عنده حطاب، هنا نشوف فالكري حط البيكا. ممكن تكون فرصة ألعب العملاق، طبعا 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 فرصة، وستين فرصة ليش لا. يلعن أبو شكله يلعن أبو شكله، الله يلعن الصين يا شيخ يا ساتر يا ساتر على الوساخة يا شيخ، يلعن أبو شكله.
يلعن أم الوساخة، يلعن أم الوساخة باللعبة ذي، أقسم بآيات الله لعبة وسخة عطتني مضاد بشكل غير طبيعي. حركات وسخة، دائما إذا بغوا يفوزون علي يحطوا لي هذا الحطاب مع منطاد، وهالمرة فيه برج نار أيضا. هذا ليفل 10 على الأقل. لا ما طلع ليفل 10، يلعن أبو شكلهم. ما أدري صراحة إلى متى تكون هذه الحالة، يعني إلى متى. يلعن أمكم يا شيخ، يلعن أبو شكله، على أبو الحركات، على أبو ترتيب بطاقات الغلط، على أبو المضادات، يلعن أبوكم يا عير الكلب. كيف شوف كيف اسمعني بيسوي لي، طيب بيسوي نفسه طيب، الله يستر. يلعب الآن، لا ما لعب تنين النار، لعب الساحر عادي. أنا أمكم يا شيخ، أقسم بيات الله.
دين الله. والله الواحد صراحة ما أدري إيش أقول، ما أدري إيش أقول من جد من جد من جد. لعبة قذرة. أشوف كيف معاذ قافل ناس ضعيفين، حساب ليفل 10 وبطاقات. بطاقات ضعيفة ومع ذلك قاعد ينجلد، مع ذلك قاعد ينجلد. الآن قاعد يحاول يهجم هجمة المنطاد. والله خصومه ضعيفين صراحة هذولا. من جد خصم ضعيف بس مزعج فقط. والله العربة صراحة رهيبة. نشوف معاذ يلعب تشكيلة فيها 2 هجوم، نكمل ونشوف. كيف ليفل 12؟ انا امكم يا شيخي على الكلب، والله العظيم بصراحة شيء ما يتصدق ما يتصدق. ليش كذا الليفلات؟ يمكن عشان كوسي عالي اصلا. يعني انا حسابي كوسي اعلى من ليفل الحساب. يعني طيب أنا أم الحالة يا شيخ، أقسم بالله خصوم 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 مرتبين إنهم يفوزون علي. أنا ما ألعب ساحر كهرب وقابل هذا.
خليه هو اللي رجال، اقسم بالله لعبة لعبة خرا والله. حركة ترفع الضغط هذه، ترتيب تشكيل يرفع الضغط، خاصة إذا ما كان معاك سحر الكهرب، وأيضا معه سحر الكهرب يلعن أمه. خلاص اذلف 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 الله يلعنك. خمسة آلاف ومية وأربعين. هنا عندنا ليفل 12، خذ عندك. شو الكلاب، اقسم بالله ظلم والله ظلم. والله شيء يرفع الضغط صراحة، اقسم بآيات الله شيء يرفع الضغط.
ترمي بيكا ما قدر يقتل الساحر. بالأخير شوف كيف عنده بيكا أيضا. على أمكم يا شيخ.